حضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسة في شارع الجنوب اليوم. دائما ما يكون هناك جديد في العلوم، وبما أن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ على عباده بنعم كثيرة، منها بالطبع هو الجديد في العلاج والتطور المستمر بما ينعم الله سبحانه وتعالى على العلماء وعلى الأطباء، خاصة أن هذه الأمور هي أمور ترتبط بحياة الإنسان وبمعيشته وبتقدمه وبالتالي نمائه مجتمعي. لذا وضعنا عنوانا لهذه الفقرة هو جراحة المناظير، تطور هائل يتغلب على مشرط الجراح. وضيفي الكريم للحديث عن المؤتمر السادس للجمعية، جمعية جنوب الصعيد للجراحات الدقيقة، الذي يناقش الجديد في جراحات المناظير، هو الأستاذ الدكتور مؤمن كامل، عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر، واستاذي أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، ونائب رئيس المؤسسة المصرية للتكاثر البشري وعلوم الأجنة، ومستشار الطب الشرعي بالوجه القبلي. مرحبا حضرتك دكتور مؤمن، منورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول أشكر حضراتكم على استضافتنا في القناة التامنة، ونتمنى ان احنا نلقي الضوء على المؤتمر ونفيد المستمعين ببعض المعلومات الطبية الجديدة ان شاء الله. الشرف لينا يا دكتور، احنا بنتكلم وبنفخر دائما بقدرتنا البشرية في الطب، متقدمة للغاية على مختلف التخصصات، وفي نفس الوقت بننظر للمستقبل ان احنا نصنع هذه الأجهزة ولا نقوم فقط بعملية الاستخدام. ده نتمناه، واعتقد الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بتسعى للكثير من هذه الأمور في مختلف المناحي. اسمح لي بداية دكتور اتكلم عن المؤتمر. هو المؤتمر السادس، توقف في كورونا والفترة دي، عايز أعرف فكرة تاريخية عن هذا المؤتمر. في الحقيقة جمعية جنوب الصعيد للجراحات الدقيقة، وهو يعني اسم للجراحات المناظير الدقيقة وبعض الجراحات الأخرى المتصلة بهذا المجال، دي فكرة اتكونت في أسوان هنا، والفكرة لاقت إقبال من جميع أطباء وأساتذة أمراض النساء والتوليد في جميع الجامعات المصرية ووزارة الصحة والهيئات الأخرى المساعدة في علاج المرضى في هذا الاتجاه. وفي الحقيقة تم هذا اللقاء والمؤتمر العلمي الهام سنويا، وزي ما حضرتك عارف طبعا الحمد لله ان احنا قدرنا نجتاز جائحة الكورونا الحمد لله بدون اي اصابات في اعضاء الجمعية، ونستمر بعد ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. والنهاردة كان اليوم الثاني في المؤتمر السادس للجمعية. المؤتمر والجراحات الدقيقة خاص بامراض النساء والتوليد ولا في تخصصات اخرى دكتور ايضا بتستخدم المناظير؟ هو ده السؤال مهم جدا. هو اساسا يختص بجراحات المناظير والجراحات الدقيقة لأمراض النساء والتوليد، لكن طبعا بما أن الجهاز التناسلي للسيدة يحيط به بعض الأعضاء الأخرى مثل الجهاز البولي، الجهاز الهضمي، بيمتد بعد ذلك الموضوع لبعض التخصصات الأخرى التي نقدر نقول تقوم بجراحات في منطقة الحوض، لأن أوقات بيبقى فيه التصاقات شديدة وبيعوز بعض التعاون بين الفرق الطبية المختلفة في التخصصات المختلفة، والتقييم كذلك بواسطة التدخلات الأشعة الدقيقة زي الرنين المغناطيسي وبعض الحاجات الأخرى حتى تكتمل في الآخر التدخل الجراحي السليم. نعم دكتور، هل زي كل مؤتمر بنشوفه سواء كان مؤتمر طبي أو اقتصادي أو غيره بيبقى فيه عنوان لكل مؤتمر من المؤتمرات، بحيث أنه هو بتعمل عليه ابحاث وبيناقش بشكل موسع، ولا هنا احنا بنتكلم على المناظير فالمناظير بصفه عامه والجديد فيها في كل سنه؟ هو طبعا بيبقى هناك اتجاهات مختلفه في المؤتمر، لابد ان تمس بعض الامور الهامه في جراحات علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري والجراحات المحيطه بذلك، لان ده الهدف الرئيسي للجمعيه. لكن المؤتمر السنه دي اتميز باندماج بين المؤتمر ومنظمه الصحه العالميه، اندماج بين المؤتمر والفيجو اللي هي
الهيئة الدولية لأمراض النساء والتوليد، وكان في جزء مهم جدا، محاضرتين أو جلستين علميتين مهمين جدا حضراتكم تتذكروا قريبا. كان في مؤتمر في نوفمبر في شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش بعض مشاكل البيئة والمناخ. نعم جزء مهم جدا تأثير البيئة على صحة الأم والطفل، وطبعا بما إن احنا قلنا تأثير البيئة على صحة الأم والطفل، ده تأثير البيئة على البشرية، لأن هي الأم هي اللي بتطلع الطفل، والطفل هو اللي بيتربى في البيئة بتاعتها. البيئة، وبالتالي هو احنا بنتكلم على البشرية وكل العنصر البشري. وبالتالي جزء مهم جدا نعرف تأثير المناخ على الطفل، تأثير المناخ على نشأته، تأثير المناخ على الأم، والمناخ مقصود بيه كل البيئة المحيطة. الناس أوقات بتفتكر المناخ يعني درجة الحرارة، ولا المناخ كل والرياح البيئة وغيره. المحيطة، كل البيئة المحيطة، من الأكل للشرب للعوادم إذا للحاجات كان موجودة. للعوادم، حتى أنابيب الرصاص، حتى يعني كان في كلام جميل جدا عن الروج الليبستيك، ان ده في نسب من الرصاص غير مهم ان احنا نضيفها، ونضيف بعض العناصر التي تؤثر على صحة الأم والطفل. وكل ما يحيط بنا هو المناخ، كل ما يحيط بنا من أكل، من شرب، من ملوثات للبيئة، من سماد، من حاجات مبيدات حشرية، كل هذا وتأثيره على صحة الأم والطفل، مش فقط بس في التشوهات الخلقية ونسبها، لا، ده بيؤثر أيضا على النمو، بيؤثر أيضا على تغذية الأم، بيأثر أيضا على نسب الإجهاض، بيأثر على بطانة الرحم، بيأثر على المناخ الهرموني للسيدة وقدرتها على التبويض. وإذا نظرنا للجانب الآخر اللي هو الزوج، إحنا صح مؤتمر أمراض نساء ولادة، لكن إحنا بنبص دايما للكابل اللي هم الزوجين، نعم فتأثير ذلك على قدرة الزوج على الحيوانات المنوية الخصوبة. وإنتاجها وخصوبته وسلامة تلك الحيوانات المنوية لتكوين جنين وخلق الإنسان في أحسن تقويم بأمر الله سبحانه وتعالى. فده كان جزء مهم جدا. الجزء الثاني كان برضو اندماج بين الجمعية ومنظمة الصحة العالمية لتناول بعض، وجايز جت في المقدمة جزء من ذلك، تأثير ذلك على الأم والطفل، والاهتمام بتغذيتها، والاهتمام ببعض العناصر المعدنية أو الفيتامينات أو الحديد أو الكالسيوم أو بعض المكملات الأخرى اللي هي بتؤثر على استكمال النمو للجنين وتخليق كل الأجهزة فيه. كل ده كان محورين برضو إضافيين بالنسبة لتخصصنا في الجراحات الدقيقة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب. وبرضو كانت في جلسة هامة جدا على دور الطرق التشخيصية المختلفة في الموجات فوق الصوتية، والموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد، والدوبلر الملون، على اكتشاف التشوهات الخلقية داخل الرحم والمراحل المختلفة التي يتم استخدام هذه الأجهزة للحصول على أدق تشخيص، وكيفية تلافي ذلك وعلاج بعض العيوب جوه الرحم. ودي من الحاجات المهمة جدا، والتخصص الدقيق في علاج بعض المشاكل جوه الرحم ما بنستناش حتى لبعد ولادة الجنين. فالحقيقة المؤتمر كان فيه محاور هامة جدا، غير بعض المحاور التي قد نذكرها إذا كان هناك فسحة من الوقت إن شاء نعم، الله. وانا هقف عند كوب 27 او قمه المناخ اللي عقدت في مدينه شرم الشيخ، اللي هي تناولت في داخلها وفي اجتماعاتها العديد من الموضوعات التي لم يكن تتناول قبل ذلك صح في نسخ كوب قبل ذلك، يعني صح 26 صح واحنا نازلين. والجيد في الامر ان احنا في مصر، وان كنا بننظر الى العالم كله في قمه المناخ، لكن ايضا بننظر الناحيه العلميه ولاولادنا وسيداتنا ورجالنا في الاهتمام بهذا الامر. فدي نقطه غايه في الاهميه. بشكر الجمعيه وبشكر حضرتك ان انتوا تناولتوها، لان ده بيعبر حقيقه ان احنا مش بنعمل بروباجندا فقط او مؤتمر عشان الناس تيجي ويتفسحوا ونقول كلمتين ونمشي، لا، ده احنا بنطبق هذه الامور في حياتنا بما فيه
صحة المواطن المصري باعتباره أنه جزء من الإنسانية. وفي الحقيقة نذكر في هذا المجال المبادرات الرئاسية في صحة الأم والطفل وصحة المواطن المصري 100 من مليون صحة. 100 مليون صحة، من أول علاج فيروس سي اللي كان لمدة طويلة جدا زي ما نقول صب في جبين الكابوس مصر. بالظبط، دي حاجة، للمسح لأورام الثدي، للمسح الوقت الشامل للسكر والضغط وبعض الأمراض الأمراض السرية. الأخرى. الوقت فيه مبادرة رئاسية مهمة جدا لاكتشاف وعلاج التقزم، أمراض، أيوة، التقزم الأطفال. علشان ننقلها للمواطنين، اللي هي مشاكل التمثيل الغذائي الدقيقة في الأطفال وما قد يصاحب ذلك، ليس فقط وفيات ولكن الإصابة زي ما نقول العجز بنسب كبيرة جدا في بعض الأطفال ومشاكل صحية. فدي مبادرة رئاسية متقدمة جدا في الفكر، قد تكون فاقت حتى آفاق الأطباء نفسهم في إن إحنا نفكر إن ممكن يبقى في برنامج قومي لذلك، لأن اكتشاف تلك الإصابات مبكرا قد يؤدي إلى الوقاية من صرف ملايين ومليارات في العلاج. في العلاج اللي قد لا يكون مانع تماما للمضاعفات التي قد تحدث لو احنا اكتشفنا هذا منذ مبكرا. الولادة. زي مثلا على سبيل المثال السمع برضو برضو، يعني موضوع السمع والنظر او الرمد. المبادرات الرئاسية دي في غاية الأهمية، ودي صراحة يعني نقدر نقول إنها هي آفاق أخرى للصحة جوه جمهورية مصر العربية. والصحة طبعا بتنعكس على كل أدائنا، ما هو مظبوط، الصحة دي بتنعكس على ده الأداء تقدم كله لمجتمع او لامه جاهله او مريضه، بالظبط، يعني الجهل والمرض دول ما بيخلوش اي إنتاج، صناعة، بحث علمي، فكر، ما هو كل ده بينعكس على أداء الأمة كلها. ومش زي ما احنا فاكرين إن الطب ده في جزيرة منفصلة، لا، ده احنا بنمس حياة الإنسان. فتلك المبادرات الرئاسية إن شاء الله تنعكس على الأجيال القادمة بالإيجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وخاصة كمان يا دكتور ان احنا عادتنا كمصريين ما بنعملش، وانا واحد منهم يعني، تحاليل او متابعة لاي صح، شيء لما بتحصل المشكلة، وزي ما سيادتك بتقول بتستفحل او بتكبر وبتبقى مكلفة ومتعبة بالنسبة للمريض. حياة كريمة، المبادرة المصرية لتنمية مثلا وتطوير الريف المصري، جزء منها في الصحة متعلق بأن الناس اللي موجودة في أماكن بعيدة ما بيقدروش يجوا، لا ده احنا بنروح لهم وبنعمل كشوفات وبنحاول نكتشف. وأكثر من زميل يعني في مديرية الصحة في أسوان بيتكلم على إن احنا في ناس ما كانتش تعرف ببعض الأمراض اللي عندها، عرفت بيها وبالتالي تم علاجهم أو تحويلهم لمستشفيات وغيره. زي ما سيادتك بتقول فعلا المبادرات الرئاسية هي مبادرات غاية في الأهمية تحافظ على صحة الإنسان المصري. برضو أحب أن أنوه، ولو أن ده بعيد عن المؤتمر، يعني اجتياز جائحة كورونا في الفترة اللي فاتت تحت القيادة السياسية، وإن احنا قدرنا نعديها بتلك السهولة مع إن احنا دولة برضو نقدر نقول محدودة الإمكانيات، إن احنا قدرنا نعديها وتوفير الأمصال للشعب المصري كله، بحيث إن هو كانت الناس هي نفسها بتبقى مش متصورة إن اللي بتشوفه في التلفزيون في البلاد الأخرى إنه متوفر، فبقى موجود. وقدرنا بكل بساطة بفضل القيادة السياسية وجهود كل العاملين في المجال الصحي إن احنا نجتاز جائحة كورونا بتلك السهولة واليسر اللي الناس شافتها. وإن كان طبعا في بعض اللصص اللي احنا بنقولها، يعني التضحيات أو ده شيء المضحين وارد يعني في فعلا، الجانب الطبي، لكن ده أي معركة لازم هيبقى فيها جزء أبطال خسائر يعني، هيفقدوا بس النسبة أرواحهم هي أقل من نسب أخرى في ومما دول هو أخرى. متوقع جوه إمكانياتنا بما والحقيقة يرضي كانت الله ملحمة، سبحانه وتعالى. وكانت ملحمة بين أجهزة الدولة المختلفة، مش بس وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ده وزارة الدفاع، القوات المسلحة، الشرطة، المواطنين، الجمعيات الأهلية اللي برز دورها في هذه الأزمة برضو بشكل كبير. يعني كانت ملحمة
الحقيقة بيحتذى بيها في مجالات أخرى، وهنوصل لمراحل متقدمة في أي مجال، يعني نبقى إحنا كلنا في إيد واحدة زي ما سيد الرئيس بيقول يعني. فلو رجعنا للمؤتمر تاني، ان احنا كان عندنا جلستين مهمين لمنظمة الصحة العالمية والهيئة العالمية لأمراض النساء والتوليد، ضمت بعض الموضوعات الهامة التي تمس صحة الإنسان المصري. ده يخلينا دكتور مؤمن كامل أسأل عن الضيوف، هل المؤتمر ده هو مؤتمر إقليمي ولا محلي ولا دولي؟ بمعنى مين المشاركين فيه؟ هل وجود منظمة الصحة العالمية والمنظمة المسؤولة عن النساء والتوليد في العالم ده يعتبر نوع من أنواع المشاركة الدولية؟ الحقيقة المؤتمر ده تميز بالنقطة دي، إن هو ضم نخبة كبيرة جدا من جميع أساتذة أمراض النساء والتوليد في جمهورية مصر العربية، وإحنا جمهورية مصر العربية رائدة في مجال أمراض النساء والتوليد وصحة المرأة، وكان أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمود فهمي فتح الله لمدة طويلة رئيس منظمة الصحة العالمية، وبالتالي خلقت أجيال تشارك في التخطيط العالمي سواء عن طريق منظمة الصحة العالمية أو بعض المنظمات الأخرى زي نفس الفيجو دي أو الانترناشونال فيدريشن اوف اوبستيتكس اند جينيكولوجي أو الهيئة العلمية لأمراض النساء والتوليد، كان من ضمن رؤسائها مصريين. فالحقيقة مصر ممثلة في العالم بقوة جدا في هذا المجال، مجال أمراض النساء والتوليد ومجال النمو السكاني ومجال تنظيم الأسرة والوسائل المختلفة منه، وكثير من تلك الأبحاث طلعت من داخل جمهورية مصر العربية ومن جامعة أسيوط اللي أنا عضو فيها يعني من أساتذتنا الأفاضل. فطبعا وجود الهيئة منظمة الصحة العالمية والفيجو أو الانترناشونال فيدريشن اوف اوبستيتكس اند جينيكولوجي أو الهيئة العلمية لأمراض النساء والتوليد، ده تمثيل من المنظمات العلمية العالمية سواء في أمريكا أو في العالم كله مع العلماء المصريين، وهم متميزين. وأؤكد بفخر يعني جدارة وصدارة جمهورية مصر العربية وجامعة أسيوط في هذا المجال. نعم، وده بيبقى زي ما سيادتك قلت في بعض حديثك وانت بتتكلم على الضيوف والمشاركين، وفكرة العلم اللي بيصل الى اصغر طبيب نساء وتوليد، فكرة ان احنا بنعلمهم وبنأهلهم، ازاي ممكن مؤتمر زي ده ايضا يساهم في صقل مهاراتهم؟ دي نقطة مهمة جدا من سيادتك. أحب أوضح الوقت إن الطب بقى ليه قواعد ثابتة بتتبع في جميع أنحاء العالم بنفس الخطوات اللي هي بنقول عليها الجايد لاينز أو الإرشادات العالمية، سواء في استعمال العلاج، سواء في التدخلات الجراحية، سواء في العمليات الجراحية العادية أو باستخدام المناظير، سواء في مجال علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري والاحتفاظ بالخصوبة والتشخيص الوراثي للأجنة. فالوقت اللغة الواحدة التي يتحدث بها جميع الأطباء على مستوى العالم اللي هي تطبيق الجايد لاينز أو الإرشادات العالمية في العلاج أو التدخلات الجراحية بقت حاجة مهمة جدا، وبعض العلماء المصريين بيشاركوا في وضع هذه الإرشادات العالمية. توصيل ان احنا كلنا لازم نتكلم لغة واحدة، هذه اللغة ثابتة من اساس علمي على احدث الابحاث العالمية، بحيث ان احنا نقلل فروق استخدام الطرق المختلفة بين الاطباء، بحيث ان احنا دلوقتي حتى واحنا في المرور، حتى واحنا بنعلم ولادنا في الجامعة، ان احنا دايما نقول لهم امشي على الارشادات العالمية، الجايد لاينز بتقول لك ايه، اعمل 1 2 3 4. غير زمان، زمان كانت الخبرة هي العامل الاساسي في العلاج، الوقت كل الخبرات وكل الابحاث ابتدت تتبلور تحت منظومة الارشادات العالمية لاداء الخدمة الطبية، بحيث ان احنا في القريب العاجل، وان كنا الوقت وصلنا الى اكثر من 90%
نفس طرق العلاج في مصر هي في أمريكا، هي في إنجلترا، هي في ألمانيا. يعني مثلا أنا بنتي في أمريكا بتروح للأستاذ الأمريكي، قبل ما بتروح بقول لها يا هبة هيحصل 1 2 3 4، هتلاقيهم 1 2 3 4. هنا زي أمريكا، يعني هنا زي أي بلد، والحمد لله ده تقدم جامد جدا في الأداء الطبي داخل جمهورية مصر العربية. أحب أوضح نقطة هامة جدا في هذا المجال، يجب أن نفخر بأطباء الأمراض النساء والتوليد جمهورية مصر العربية وجميع التخصصات، ونقلل من إلقاء الضوء على الجهات السلبية في الأداء المنظومة الطبية. كل منظومة في العالم فيها بعض الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي يجب أن تقبل لأداء هذه المنظومة. على سبيل المثال، أنت بتطلع القمر في مركبة فضاء بتقع، يبقى ده حاجة، تشالنجر لما وقعت يبقى في هنا بعض الفاقد المقبول في الأداء. مش هنقول إهمال، أنا كمستشار للطب الشرعي بفرق تماما بين الإهمال والمضاعفات الوارد حدوثها. ليه بقى أقول الكلام ده؟ لأن إحنا يجب أن نعلي من شأن الطبيب المصري والمنظومة الصحية المصرية التي هي مصدر دخل قومي هام جدا في السياحة العلاجية، التي يجب أن تعود مصر لتلك المكانة العالمية. إحنا عندنا الكفاءات والمستشفيات والأماكن والأجهزة اللي تضعنا في مصاف الأماكن متقدمة في جاذبة للسياحة الجاذبة العلاجية. للسياحة العلاجية. إحنا عندنا أسعار أقل كثيرا من ذلك، ممكن أن نضم ذلك في برنامج سياحي للسائح المريض اللي بيجي عندنا، إن إحنا نضم ذلك في منظومة واحدة تؤدي إلى زيادة الدخل القومي، زيادة العملة الصعبة داخل البلد، إعادة رفع شأن المنظومة الصحية المصرية التي هي تستحقها داخل الوطن العربي وإفريقيا وجايز في العالم كله. يعني أنا بتكلم في مجال أطفال الأنابيب والحقن المجهري، هنا إحنا بنعمل بسعر 1 إلى 30 عن الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي وبعض البلاد بقت بتعمل بس بنفس الكفاءة ونفس بنفس الأجهزة ما هي ونفس نفس النتائج. الكفاءة. أنا مش عايز أقول لك، يعني علشان ما تقولش إن إحنا بنبالغ، مغرورين لا لا شوية لا أو لا، بنبالغ، إلى حقنا نفخر. إن بعض الشباب المصري في أمريكا بيستشيرنا وهو بيروح أعمل إيه والعلاج ده اتاخد إزاي، نكمل إزاي، وبنجاوبه بساعة صدر. فيجب أن نحن نعلي من شأن المنظومة الصحية المصرية، نكون عامل جذب للسياحة العلاجية، نقلل كثيرا وليس بإهمال أو تغاضي أو غض البصر عن الأخطاء، لكن نظهر الجانب الإيجابي اللي هو يمثل 99.5% عن الجانب السلبي، حتى نكون عوامل جذب للسياحة العلاجية، ونعود إلى تلك النقطة اللي هي مصدر هام جدا جدا من الدخل القومي، ودمج السياحة العلاجية بالسياحة الأثرية أو السياحة الترفيهية لتحقيق عائد ربح جامد مضاعف. جدا. وفي الحقيقة ده بيتعمل في بعض البلاد، مش عايز أقول أنهي بلاد جنبينا يعني، لكن بيتعمل في بعض البلاد ويمثل أكثر من ثلث الدخل القومي السياحي. السياحة العلاجية في بعض الأماكن بتمثل ثلث الدخل القومي السياحي العام، وبالتالي يجب أن نركز هذا. وكويس إن أنا ألاقي فرصة مع حضرتك وسعة صدر لا إن إحنا نضيف. وسعيد، لا وسعيد بهذا الطرح، لأنه طرح مهم للغاية ويصب في النهاية إلى إعلاء قيمة الوطن في كل المناحي. وإحنا الحقيقة بنفخر بأطبائنا في كل مكان، لكن يظل السؤال يعني من ساعة الجايد لاين وأنا عايز أسأله. إذا كان جايد لاين موجود لكل الأطباء، طب إيه اللي يفرق طبيب شاطر عن طبيب؟ التشخيص ولا إيه بقى؟ يعني ايه احنا دايما نقول ايه؟ نقول حضرتك لطالب الطب واحنا بندرس له اولادنا نمرة 1، الطبيب لازم يحفظ. ايوه لازم يحفظ، لان لما اقول لك اعراض المرض 1 2 3 4، طرق العلاج 1 2، يبقى لازم يحفظ. تمام. لازم يفهم. ايوه لازم يفهم. لازم يتعلم على يد استاذ. وعلشان كده في قسم أبوقراط القديم إن إحنا نحترم أساتذتنا ونجلهم ونبجلهم ونحترم أبنائهم ونعلم أبنائهم. يجي بعد كده المهارة، زي ما أنا بقول هو إحنا عندنا كم ميسي، كم محمد صلاح، كم رونالدو. المهارات الفردية دي بقى الموهبة التي
تأتي من الله سبحانه وتعالى. نعم. لبعض الجراحين ذو الأنامل الذهبية الذهبية. نعم. لإجراء قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله على المريض. يعني هم سبب. هم سبب. لكن لازم بتيجي المهارة. يعني الناس كلها، أنا هديك مثل بسيط، كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. نعم. أوقات تحب تقول أنا أحب أسمع سورة البقرة من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نعم. هو نفس الكلام بنفس التلاوة بنفس أحكام التلاوة والرواية نفسها، والرواية عاصم ونفس الطول ونفس القصة ونفس الوقوف وكل حاجة هي. نعم. هي، ولكن هذه الموهبة في التي حباها الله سبحانه وتعالى لبعض الناس علشان تقدر تسمع. أنا بتكلمك ومع الفارق الكبير كلام الله عز وجل. نعم. إلى البشر. نعم. لكن كلام الله عز وجل اللي هو الثابت أوقات بتيجي موهبة لحد، وهذا يحبب إليك في بعض الأحيان الإيمان والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بتبقى موهبة جات لحد علشان يجري الخير على إيده لحد تاني. نعم. هذه هي الجراحة برضو. ففي الموهبة بقى، الموهبة دي هبة من الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني بقى، الحدسة زي ما بنقول الحدسة الستة والسبعة والثامنة والتسعة والعشرة، دي الأنامل السحرية اللي بعض عند بعض الجراحين، سواء في التشخيص مش لازم تبقى. يعني زي ما أنا بقول دايما للولاد عندنا في الكلية، هو أكتر من المرض الجلدي أنت بتشوف ده، هو في حاجة مش شايف دي وتفر يعني. نعم. مش قصدي دي هي دي. الحاجة بين كل الناس إيه؟ لكن واحد يشخصها ويكتب العلاج أحسن من التالي. موهبة من الله سبحانه وتعالى. العين اللي بتلقط الجمال ممكن هي اللي بتلقط المرض. الودن اللي بتسمع النغمة هي اللي بتقدر تسمع من كلام المريض المفتاح اللي يشخص، ودي موهبة من عند الله سبحانه وتعالى. في السمع، في اللمس، في التوافق العضلي العصبي واحنا شغالين، دي موهبة من الله سبحانه وتعالى. هل يا دكتور، طبعا لما كنتوا بتشتغلوا جراحة ودلوقتي انتقلنا الى المناظير، برضو بيبقى فيه نفس الحساسية ونفس يعني ما يمكن ان نطلقه على جراحة اليد وهي الاصعب وربما المؤلمة اكثر للمريض في نفس الوقت، نقدر نقول ده برضو أو نسبغه عليهم؟ أيوة طبعا. وبرضو هنا يعني أتى بالذكر يعني أن جامعة أسيوط هي أول جامعة في جمهورية مصر العربية أدخلت جراحة المناظير في جمهورية مصر العربية على إيد أستاذنا الدكتور محمود فهمي فتح الله، وبالتالي إحنا دربنا جميع الأجيال. ولما انتقلنا من المناظير الجراحية لما خرجنا لبعثات خارج مصر، نقلنا التطبيق من المناظير التشخيصية للمناظير الجراحية التي نؤدي بها نفس العمليات الجراحية بالآلات التكنولوجية. بعد كده الوقت في جيل ثالث من المناظير اللي هو استخدام التحكم من بعد في جراحة المناظير، الروبوتك سيرجري. يعني أنا ممكن عن طريق حاجة كده زي الأتاري، لو واحد بيساعدنا وبيحط آلات المناظير، ده جيل ثالث من البتاع. انت ممكن تعمل عملية وانت قاعد في بلد تانية في امريكا، تعملها على الواحد في القمر، تعملها الواحد في المريخ في 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 المعركة. لو انت عندك عربية اسعاف تحولها زي غرفة عمليات، تقدر واحد في مصر مثلا في اسيوط او في القاهرة يجري عملية جراحية بالمنظار لواحد في ارض المعركة وينقذه. التطور ليس له حدود، الطب والعلم ليس له حدود، ودي أجيال وراء أجيال بتسلم الرسالة يعني. نعم. أنا ما بقيش في الوقت غير القليل، لكن عايز أخد يعني بعض عناوين في التخصص الدقيق بتاع سيادتك اللي احنا بنتكلم على علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، إلى أين يسير هذا العلم؟ في الوقت نقطتين مهمين جداً ناخدهم كل واحدة في دقيقة حسب وقت البرنامج، اللي هو الاحتفاظ بالخصوبة. احنا الوقت بنقدر نجمد بويضات السيدات، بنقدر نجمد أجزاء من المبيض لواحدة مثلا، والعياذ بالله هتاخد علاج إشعاعي، هتاخد علاج كيميائي للسرطان، هيقتل خلايا المبيض، فنقدر نحتفظ بيها. وبعد وخصوصا النسب العلاج والشفاء زادت جدا، بحيث ان احنا نقدر نستعمل هذه البويضات بعد ذلك تحمل السيدة بها. نقدر الستات والبنات اللي هم بيتجوزوا في سن كبير
او واحده مطلقه بنحتفظ بالبويضات ليها، بحيث ان هي لو اتجوزت في سن شبه كبرت وما بتطلعش بويضات، برضو الرجاله بنحتفظ بالحيوانات المنويه بعينات الخصيه للرجاله. احنا عندنا في المركز عندي ناس اتعمل لهم استئصال كامل للخصية، وقبل ما يتعمل لهم العمليات لسرطان الخصية تم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية، والوقت بيحملوا بعد العملية ب 12 و 14 سنة. زي ما بقول لك الطب ليس له حدود، فالاحتفاظ بالخصوبة ده مجال لوحده، والتشخيص الوراثي للأجنة ده مجال آخر، مش بس ولد ولا بنت، كل الأمراض اللي انت بتسمعها سواء على مستوى الكروموزوم سواء على مستوى الجين بيتم الوقت تشخيصها ببساطة شديدة جدا لنقل الجنين السليم وعدم نقل الجنين المصاب، زي مثلا متلازمة داون، او مش بحب دايما اقول البله المغولي او الطفل المغولي، لكن دول ذوي الهمم، زي حمى البحر الابيض المتوسط، واكثر من 99 مرض وراثي بنقدر الحمد لله الوقت نشخصه، وبالتالي نقدر ننقل لو كان في العيلة تاريخ مرضي لأحد الأمراض بنستبعد الجنين المصاب وننقل الجنين السليم. وأحب بس أفهم الناس إن دي ليست أبحاث، ده عمل يومي، يعني زي ما بنقول إن هاند أو إن أبليكيشن، يعني إحنا بنعمله في الشغل العادي بتاعنا. كل ما هو كان زمان خيال علمي بيطبق الوقت، واللي خيال علمي الوقت هيطبق بعدين، والعلم ليس له حدود زي ما بنقول، وده يفتح الأمل أمام الكثير من الزوجين اللي هم ما كانش عندهم أمل في الحمل. الحمد لله أتيحت لهم الفرص بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن أسباب لتنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم، وطبعا يعني الأولاد نعمة، طبعا ربنا ينعم على كل من ليس له أولاد، بس يعني اللي عنده النعمة دي ما فيش داعي يكتر فيها، يعني احنا شايفين يعني الوضع ولا يا دكتور مؤمن؟ أنا في الجانب الآخر كنت مسؤول عن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني أيام الوزيرة مشيرة خطاب، يعني فكنت مسؤول عن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني. احنا عايزين نضبط، يعني ليس هناك تعارض بين الاثنين بالطبع، يعني بالطبع يعني أكيد. أنا بشكرك شكر جزيل الأستاذ الدكتور مؤمن كامل، عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر، واستاذ امراض النساء والتوليد بجامعه اسيوط، ونائب رئيس المؤسسه المصريه للتكاثر البشري وعلوم الاجنه، ومستشار الطب الشرعي بالوجه القبلي. شرفتني ونورتني، سعدت ايام السعاده بهذا اللقاء، ويعني طاقه امل تفتح، نظره متفائله لكل ما يتعلق بمحاور الموضوع النهارده. شرفتني ونورتني. انا اللي اشكركم واشكر اسره القناه على استضافتي في هذا اللقاء لفتح باب الامل وتعريف الناس ببعض الانجازات للمجتمع الطب المصري والمنظومه الصحيه والتطور الذي حدث بها تحت قياده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من يعمل في المجال الصحي الآن في مصر. شكرا جزيلا. ويظل الطرح الذي طرحه الدكتور مؤمن كامل المتعلق بأن تكون مصر وجهة للسياحة العلاجية في مختلف التخصصات، وخاصة يعني تحدث باستفاضة عن التخصص سيادته وأن هو النساء والتوليد، أمر بالغ الأهمية ينبغي أن نراعيه ونطبقه بمشيئة الله للعديد من الفوائد التي أشار إليها الدكتور مؤمن كامل. أشكر حضراتكم شكر جزيل على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.